سلام على الأحباب في القرب وفي البعد، سلام عليكم كما هب النسيم على الورد. تطورت أغنية الشعب في المجتمع الجزائري وبالخصوص العاصمي عبر العديد من المراحل التاريخية وتأثرت بعوامل متعددة. ظهر هذا اللون الموسيقي في الأصل للتعبير عن مشاعر الناس العاديين في المجتمع. كان الشعبي ينقل عبر أشعاره الحكمة الشعبية، التقاليد والقيم الاجتماعية. مع مرور الزمن تأثرت أغاني الشعب بالتطورات الثقافية والاجتماعية، وظهرت أشكال جديدة منها تعبر عن التحديات والمعاناة والأمل، كما تأثرت بالتكنولوجيا ووسائل الإعلام الحديثة، مما ساهم في توسيع نطاق انتشارها. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أغنية الشعب تأثيرات من الأنماط الموسيقية العالمية، فتنوعت أساليبها ومواضيعها وتطورت لتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع الجزائري. إذن إذا قارنا الشعب القديم مع الشعب الجديد، سوف نلاحظ اختلافات في الأسلوب الموسيقي واستعمال الآلات الحديثة والإيقاعات المعاصرة، وأيضاً في المواضيع واللغة المستعملة وفي الوسائل التقنية، حيث أن شعب اليوم يستفيد من التكنولوجيا الحديثة مثل التسجيل الرقمي ووسائل التوزيع الرقمية للوصول إلى جمهور أوسع، بينما الشعب القديم كان يعتمد بشكل أساسي على الأداء المباشر والنقل الشفهي. ربما أن قوة هذا النمط الموسيقي تكمن في التعايش مع عصره. ليلتنا سوف تكون شعبية بامتياز، بحضور أحسن ممثلي هذا النمط الموسيقي من جيلين مختلفين: الفنان المتألق والموهوب كريم بوراس، والعملاق الشيخ عبد الرحمن القبي. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بألف خير. الشيخ مرحبا بك. في حياتك إن شاء الله. كريم مرحبا بك، المرة الأولى معنا في برنامج جاركا. نعم، بينما الشيخ القبي كان جانا في الموسم الأول. تشفى الشيخ؟ نعم تشفى، بلي جيت، كان عدد رائع وخليت لنا بزاف بزاف الحكايات هنا في برنامج جاركا. نعم شيخ، اليوم كما قلت سهرتنا شعبية، وأنا راني فرحانة بزاف لأن اليوم يعني فيه جيلين من الشعبي، رايح تكون فيها نظرة الشعبي، ما نقدرش نقول القديم، ولكن يعني مقارنة مع الشعبي اللي راي مثله كريم اليوم، يبقى الشعبي الجديد. ولكن يعني كريم، أنا نشوفك بلي يعني أنت شاب وتحب يعني ربما العصرنة، ولكن نشوفك بلي متمسك بزاف بالتقاليد. نشوفه قبل الشيخ، أنا عندي واحد سؤال، ربما ما نبدأوش بالأشياء اللي كما يقولوا لي شوز كيفاش. راك راضي على الجيل الجديد ولا لا؟ على كل حال، كاين شبان هايلين يخدموا مليح وعندهم صوت جميل، بصح كاينه حاجه برك اللي ما تناسبنيش انا، ما شي كونتر. صدير التقليد. هذه تكلمنا عليها الشيخ، باللي كان فيها ربما الشاب اللي كان يقلد فيك بزاف. هي اكيد ان شعبي، يعني كي نخلق شعبي نخلق بالابداع، يعني مقارنه على الموسيقى الاندلسيه، الشعبي هو مشتق من الموسيقى الاندلسيه، ولكن بدعوا بزاف في هذا النمط الموسيقي. كريم كما قلت انت يعني شاب ونعرفوك باللي تحب الابداع، ولكن نشوفك باللي متمسك بزاف بالتقاليد في الغناء الشعبي. اكيد، هي اولا انا أعوذ بالله من كلمة أنا تلميذ الموسيقى الأندلسية، يعني خرجت من المدرسة الأندلسية، درت الجمعيات، درت الكونسيرفاتوار، لهذا تصيبي عندي جانب كلاسيكي، وجانب يحب الإبداع، يحب يديكوفري دو نوفيل، ما نقولوش ميوزيك مي نوفيل كولور ميوزيكال، فوالا. ونحب جان فيزيوني لو شعبي، على بالك عندنا ان بوبليك، كاين ان بوبليك لي
يحب لو شعبي تراديسيونيل اللي نلعبوه وكاين اون نوفيل جينيراسيون اللي تحب شويه اون نوفيل توش دو نوفو ريتم فوالا دونك نسيو باش تعيش مع العصر ديالها الشيخ آه. احنا نشوفوا هذاك يعني النوع ربما اللي خلق من الشعبيه هو هذا الزنقاوي ولا هاد الانواع يعني الوان موسيقيه جديده انخلقت من الشعبي يعني انتم الجيل تاعكم كان يعني كان عنده تاثير يعني هذاك الوقت في الستينات في السبعينات هل يعني هذا التاثير تاع اليوم هو ايجابي شوفي اختي هنا لي جان هادو يا ترو دو ريبريز ما يبدعوش يزمي يبدعو سناو البوست يدي البوست كاسيتا يسمع الكاسيتا ويبدا يغني لا يزمي يبدع شويه يعني في الكلمات والالحان الالحان والكلمات وقت ديالكم جبتوا حاجه جديده جبتوا حاجه جديده في سيدي ساكريفيس ايه بصح تاثرتوا بالموسيقى واحده اخرى ما عدا الموسيقى الاندلسيه اليوم لو كان هاد الشباب يتاثروا بالموسيقى تاع اليوم ربما ان الشعبي راح يتغير شويه هذا الشيء يعني بالك يقدر يكون خطر على الشعبي لا ما كاش خطر هو دوك عنده هما مطرين با اكزومبل سيد هذا الله يبارك كريم يا سي كريم دوك طول الموند يروح لعمر زاي الله يرحمه اثر على هذا الجيل سي تي ان بوبون كيما يقولوا الله يرحمه وصاليه انسان هايل طيب بصح طول الموند فا لعمر زاهي يلزم يبدا هو ياخذ العفسات تاع عمر زاهي ويخدم هذه النصيحه تاع الشيخ كريم كريم احنا ماذا بينا نسمعوك في المقطع الاول باش نشوفوا هذا التاثير تاع عمر الزاهي يلا واش تقدم لنا الان راه نقدموا خايف الله يا سي ام مورسو تاع بوجمع العنقيس من يعني ما كاش غير عمر الزاهي حتى بوجمع العنقيس كلمه تلحين محبوباتي فوالا نقدروا نقولوا سي ليكول عنقيس باسكو ميم عمر الزاهي الله يرحمه خرج من المدرسه تاع العنقيس و ديبي تاعو يا كان يميتي بوجمع العنقيس افيك لو طون دار طريق تاعو فوالا اي سي ديستينغي دونك حنايا ثاني كرانا ان شاء الله نبداو من هذيك الطريق باش نفتحوا ان شاء الله نخرجوا له تروح الطريق انت ان شاء الله كريم مازال عنده طريق طويله مازال وان شاء الله يكون عنده رصيد كبير يلا حبينا نسمعوك كريم برفقه الجوق تحت قياده السيده الكبير وانا من الراجعين
أنا من الراجعين خايف الله خايف الله خايف الله ليه ماني وأنا من الراجعين وأنا من الراجعين وأنا من الراجعين من نفس مومنا يكتبني يكتبني من حار حارها يسلمني يسلمني من نفس مومنا يكتبني يكتبني من نار حرها يسلمني يسلمني من شركة اللعين وعيوبه بلاه خايف الله خايف الله من لوحة الجبين كتابي نقراه خايف الله خايف الله من شركة العين وعيوبه بلاه خايف الله خايف الله من لوحة الجبين كتابي نقراه خايف الله خايف الله خايف الله ليه ماني وانا من الراجعين وانا من الراجعين وانا من الراجعين خايف الله تكشف مقالي خوفي من العمر يتهول غدا قدام مولاه لا صلاة لا زكاة لا موعد ربي لباش نلقاه خوفي من العمر يتهول غدا قدام مولاه لا صلاة لا زكاة لا موعد ربي لباش نلقاه خيفان 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 من فعالي في يوم سؤالي خيفان 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 من زلالي تكشف ما قالي خايف الله ليه ماني وانا من الراجعين وانا من الراجعين وانا من الراجعين خايف الله والهان مع أيامي يا ما نساني
تلقاه الجسد بلا عمر حاط عليه دود التراب وبدأ في ليلة القبر أويحو العبد واش يلقاه الجسد بلا عمر حاط عليه دود التراب وبدأ حيران يندمي يا ما يرجاني والهان معيامي يا ما نساني خايف الله ليه ماني وانا من الراجعين وانا من الراجعين وانا من الراجعين خايف الله خايف الله خايف الله يعطيك الصحة كريم. كان هذا خايف الله من يعني كلمات العنقيس محبوباتي لحن عن قيس كلمته ألحان محبوباتي غير الأداء اللي كان نعرف به أنا عن باليس العنقيس هو اللي لحن يعني إحنا نشوفه في الأداء ديالك نوع من الحنانة وعندك يعني إحساس ديالك في الأداء وش رأيك حنين إيه سنة جانتي قاصة الله يخليك شيخ وتاني يعني نشوفه باللي عندك شخصيتك هذا الشيء هو يعني قوة الفنان ظن باللي الشخصية ديالو الكاريزما هذا الشيء اللي انت عرفت به الشيخ شكون شخصيتك غلقت الباب ودات المفتاح علاش الشيخ هذه الكلمة هذه قلتها لي حول مرة مازال بركة كيفاش كريم في رأيك كيفاش الفنان يقدر يخلق شخصيته بأغاني الآخرين يعني الشيء هذا صعيب نظن أنا كيفاش أنا كي نحكم مخصو نسي نحسو كاين بزاف أغاني يعني اللي نتقنهم بصح ما نغنيهم باسكو الجمهور يدومونديهم ولا باسكو يتحتموا مي واش نغني أنا جينيرالمون واش نسجل في ستوديو ايتو نخير حاجة اللي تساعدني الحاجة اللي توالمني الحاجة اللي نحسها في الكلمات ولا في الطبقة ولا في في كلش ناخذ بعين الاعتبار الكلمات ناخذ بعين الاعتبار لا ميلودي ميوزيكال فوالا بون انا نحب الطقطوقات كما يقول لا شونسونات باسكو فيها اون كومبوزيسيون ميوزيكال دونك ولعت في هاد الشغالات سورتو شغالات تاع الشيخ عمر الزاهي الله يرحمه ومام يعني الشيخ الاخرين كاع نخدم لهم دي مورسو ابتداء من الحاج محمد عمر العشاب الهاشمي قروابي بوجمع العنقيز فوالا الشيخ نحب نفيزيتي كاع الشيخ ناخذ من عندهم الحاجه اللي نحسها سي نعطيها الروح تاعي ونبتعد لو ماكسيموم على ليميتاسيون فوالا نسي نغني بشخصيتي اي جو بونس بلي كل الشيخ كامل اللي جازوا من قبل خداو هذا الطريق باش مع الوقت يكونوا يكذب عليك يا لي ديبي دائما بنادم يتاثر بشيخ اكيد فوالا مي ابري كي يبدا يمشي في لو باركور تاعو يبدل فوالا يا كونسون انديبوندونس الشيخ قداش اللي بديت بداو يقولوا هذا الشيخ القبي يعني لازم تكون لازم من ماتوريتي باش الواحد لازم لو سيريو الساكريفيس وي لازم تساكريفي روحك tu sais quand les chanteurs كاين بزاف لي على كل حال داري ils ont un foyer et pour gérer le foyer et chanter la et chanter c'est un peu difficile des fois tu s'arrêtes تخلي ولادك يعني فيها الساكريفيس فيها ساكريفيس فنان هو il faut aimer il faut être sérieux et aimer هذا هو et puis c'est le sérieux le chanteur n'est pas sérieux, il met une jache. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas en 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Il faut une trotte, il faut 40 ans. Il faut faire une expérience. Ah oui, ce n'est pas facile. Je suis en 20 ans, je suis en 20 ans.
مازالك هك صغير كريم والله العظيم في نص طريق هذا وين لا ان شاء الله تنجح وتزيد تنجح ان شاء الله خاطر كون تي سيريو ما تخافش وي وي سيريو الشيخ نشوفوا في الشعبي ديما كاين مواضيع اللي نطرقوا لها اللي تتكلم على الزمان الحالي يعني ربما على مشاكل المجتمع بعض الأحيان أشياء اللي تقيس المجتمع اليوم ما هي الأشياء اللي نقدروا يعني نبدعوا فيها في الشعبي واللي تقدر ربما تكون رسالة للمجتمع لأن الشعبي هو هذا هو الدور دياله هو أنه يربي المجتمع يمد رسالة لهذا المجتمع سوى يتكلم يعني بأفكار المجتمع ما هي إيه وبلغة المجتمع بلغة المجتمع d'ailleurs c'est pour ça les أنا نحب je touche un petit peu musicalement كما يقولون نغير parce que أبالي بلي la nouvelle génération المجتمع تاعنا actuellement راهو يعني تجبدوا موسيقى اخرى على توسكي تراديسيونيل توسكي موسيقى إيه. جزائريه دونك سي بور سا اللي نحب انا جمال شويه إيه. للشعبي عندك رجل هنا ورجل فوالا باش نسيو ريكوبيري لو ماكسيموم دو جون اللي كيما نقولوا راهم يسانتيريس او زوت ستيل نقدروا نعاودوا نريكوبيريهم للشعبي نشوفوا باللي قبل الاستقلال كان يعني كيفيه في الاداء في الشعبي ومن بعد الاستقلال شغل يا صرات قنبلة في الشعبي وإبداع كبير هذاك محبوباتي سيلول الانستيغاتور هو إلى شانجي هو شاف باللي دوكو كان نعطيهم كلام جديد وموسيقى جديدة تنجح سي سكيلافي جديد دايما ينجح انجح سي لا في ريفوليسيون دو لا ميوزيك الجيري محبوباتي سيت مونيمون كيما يقولوا حاجه كبيره ويعطي الصحه بعد الاستقلال في الشعبي نشوفوا بلي كان فيه اغاني كثيره على الجزائر وانت تأديت اغنيه يعني على الجزائر للشيخ ديالك تكلمنا شويه عليها كريم الله يرحمه الشيخ اليمين اليمين حيمون فوالا كان كتبها وسجلها يعني الجزائر يا حبيبتي المرسو هذا تأثرت بها أنا بون أنا كنت صغير نشوفها على ليبوك نهار داروا له الانترفيو هذيك في الدار لا فيديو هذيك نالت رواج يعني رواج كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وتأثرت بها هو كان على كل حال الله يرحمه ويسع عليه هو كان يحبني كنت نحبه كان يقول لي كان يعطيني دفوا يعطيني هو القصيدة تو فوالا كنت نقول له يا الشيخ اني نخدمها قال لي خدمها توني با لو بريميير خدموها قبلك واحد اخرين يلون وخيس نعم شكون الشيخ هذا الشيخ اليمين الله يرحمه ناس ملاح شيخ اليمين نشوفوا دونك وليت نخدمها في العراس وليت نخدمها وين تكون اون امبيونس يعني وين نشوف باللي ك ناس سانتيريس سا يعني دي فوا هو معلم كان في الوتار ومعلم في الاداء والصنعه وكل شوي معلم ودار لوندالو دارو دونك فوالا خلنا نغيتاج وان شاء الله هنا نسيو نكونوا خير وخلف لخير سلف اكيد اكيد ما فيش شك ان شاء الله كريم احنا مدبينا نسمعوك في هذه الاغنيه ولكن راح تكون متبوعه باغنيه اخرى نعم للشعب الفلسطيني الاخوه الفلسطينيين اللي نضمنوا معاهم ونوجه لهم كلمات يعني الموده والاخوه والله ان شاء الله ربي يفرج هذه الاغنيه كانت معروفه بعمر الزاهي غناها عمر الزاهي هي محمد الباجي الله يرحمه اعطاها للشيخ عزيز وزرايس الله يرحمه برحمه الله هو اللي سجلها الاول في استوديو لا فيرسون استوديو سيتي عزيز وزرايس وخدموها يعني كامل الشيخ خدموها خصوصا يعني عمر الزاهي وعزيز وزرايس خدموها وخدمناها احنا ومن بعدك لا نوفيل جينيراسيون ما كانش اللي ما خدمش فلسطين نشوفوا باللي الشعب الجزائري والفنانين الجزائريين متضامنين مع الشعب الفلسطيني منذ زمن طويل يلا نسمعوك بهذه الأغنيتين برفقة الجوق تحت قيادة السيدة ليلى الكبير Mm-hmm.
يا بلاد الكرم والحسان ضحات عليك الشجعان حروك من دوك الطغيان رجعتي لمواليك يا بلاد الكرم والحسان ضحات عليك الشجعان حروك من دوك الطغيان رجعتي لمواليك زمان كنتي مستعمرة واليوم ضحيتي حرة بفضل الرحمن بفضل الرحمن الشرق للغرب والجبال من الجنوب إلى الشمال ناسك يا بلادي بطل ما يسمحوا فيك من الشرق للغرب والجبال من الجنوب إلى الشمال ناسك يا بلادي بطل ما يسمحوا فيك فيك الشبان قايمة رفعوا لك الراية في السماء وزادوا لك في الشان وزادوا لك في الشان ينصر شعبنا يعيش في الخير والهنا والإسلام هو ديننا ما فيه شي تشكي الله ينصر شعبنا ويعيش في الخير والهنا والإسلام هو ديننا ما فيه شي تشكي الله يرحم جداد ماتوا على هذا البلاد مسكنهم في الرضوان مسكنهم في الرضوان جزائر يا حبيبتي فيك أهلي وفيك خاوتي نعيش فيك طول دنيتي ما نقدر نخضيل يطلع عليك النور نعيش في هنا وسرور يا أمو العيال يا زينة سلاحها الإيمان تاريخ الأمة الإسلامية الشايع في البلدان فلسطين ثورية سلاحها الإيمان تاريخ الأمة الإسلامية الشايع في البلدان احنا هم أصحاب التضحية ما نخافوا عديان في سبيل الله والحرية احنا مجاهدين عليك يا فلسطين تنصر نور عليه بان بسم الله الله أكبر على ظلم العديان لابد للحق تنصر نور عليه بان قد ما يدوب الظلم يتكسر جاهك يا رحمن يبقى ساقط وما ينجبر معمي من العينين عليك يا فلسطين
الشمس تطلع واللي يعيش يشوف، والمسلم ابدا ما يخضع وعدونا ما يشوف. كل يوم الشمس تطلع واللي يعيش يشوف، المسلم ابدا ما يخضع وعدونا مكشوف. الحريه من فم المدفع تاريخنا معروف، شكون فينا اللي عمره ما سمع صلاح الدين؟ عليك يا فلسطين نهدي لك روحي ومالي، نحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي. يا ارض فلسطين قسما بالله العالي، رب العالمين يا يعلمك هلالي. وش بالك حرين قسما بالله العالي، رب العالمين يا يعلمك هلالي. وش بالك حرين يا يعلمك هلالي، يا ارض فلسطين. يعطيك الصحة كريم على هذا الأداء، ربي يحفظ شعبنا ويحرر الشعب الفلسطيني إن شاء الله. آمين. ميرسي ليلى. شيخ، هذه الأغاني اللي يعني نحسوها من القلب وما كاينش اللي ما يحسهاش. اي بي سوفرا الله يرحمهم وإن شاء الله ربي يفرج عليهم. يفرج عليهم ما شاء الله. نشوفوا ان في الموسيقى الاندلسيه وخاصه في النوبه، ولا انتم شيخ انت درت واحد العام هكذا في الموسيقى الاندلسيه ومن بعد بدلت الطريق. عامين مع عبد الكريم دليل الله يرحمه، وكريم تاني جزت على اقسام الموسيقى الاندلسيه، وانتم في زوج خرجتوا من الموسيقى الاندلسيه ورحتوا للشعبي. ما هو العامل اللي خلاكم انكم ربما ما نقولوش تغني له دو، ولكن بلك خليتوا الموسيقى الأندلسية من جهة ورحتوا للشعبي؟ شوفي تفضل. الأندلس سي با دوني تو الموند دو شانتي لاندالو، سي ديفيسيل. سي ديفيسيل، ما واعر بزاف. حتى الشعبي واعر شيخ؟ لا لا، الشعبي تي بلي لي حر في الأداء، ولا حر كاري كاري ما يزبش الزرقي. واحد النهار مع سي عبد الكريم دالي الله يرحمه، كنا في الكلاسة هكذايا، قال لي ديرنا شغل هذايا، درته بصح درت راني نخدم ودرت عفسة شعبي. قال لي لا هنا ما كاينش شعبي، هنا سي لاندالو. قلت له عندك الحق. سي ميم شوز اللي كانت صرا لي مع عمي اسماعيل هني الله يرحمه. كنت نقول له عمي اسماعيل، كنت تلميذ عند الشيخ هني. نعم في الانشراح كنت نقول له عمي اسماعيل عطيني نغني، يقول لي نو انت تغني، يقول لي هاي فازي سي شغل فلاني نغنيهم. بعد جيت كافي يقول لي فهمت بلاك تغنيه شعبي ولا لا. كريم، هذا الشيء اللي خلاك انك تخرج من الموسيقى الاندلسيه وتروح للشعبي، الحريه اللي ما كانت عندك في فوالا للاباء. كان ان تكست تاع قصيد ولا اون بو انتربريتي كيما يهوى للفنان الشعبي. نحكي على الشعبي باسكو في الاندلس تلقاي لو ميم تيكست، الي سي اون فو الي كاري فوالا، ما عندكش لو دروا تخرج اغوش ولا دروات. الوغ كو لو شعبي لو ميم تيكست تقدر تبدل فيه الهواء، تقدر تبدل فيه لي ريتم، تقدر فوالا. سي شنو بدا يتبدل شويه اليوم؟ شنو انا بقيت شويه وفي الاندلس باسكو راني نقري الموسيقى الاندلسيه والموسيقى الشعبيه. ليزيلاف تاعي دائما نبدا لهم بالموسيقى الاندلسيه، تاريخ الاندلس، ليستوار لا ميوزيك اندالوز، باش نعلم لهم دي مورسو شعبي دونك حتى ياخذوا الاندالو لي مود اندالو لي ريتم اندالو. اون في نو ديبي اون في نوتر شومان. وربي الشعبي يتطور عبر الزمان ومازال يزيد يتطور. واش الحاجه اللي نقدر يعني راكم تشوفوها بلي رايحه تزيد تتطور في الشعبي، حاجه اللي نقدروا نزيدوها ربما؟ شيخ ليزيكولي انا ايه لي بروفيسور كاين، ولكن واش ما كانش يا ودي الروح ما كانش. الشيخ يقول لنا نا صدير الاندلس في الاندلس واعر شي واعر. نعم سي سي تري كاري، ما يلزمش زلق بيان سور. وي شعبي تشي بلو ليبر هنايا الغالب. أنا حر في أنا قاعد في الشعبي، راني في الشعبي فيها بركة. كريم، واش نقدروا نزيدوا في الشعبي باش يزيد يتطور؟
يعني نزيدو نتفتحوا على انواع موسيقيه اخرى. انا باك واش نقول لزلف تاعي، يعني نقول لهم بوغ ان افنير ميور الموسيقى تاعنا لازم يقراو لي سولفاج، باسكو اون فوا كون ميتريز لو سولفاج يعني تدون فوالا نو سولمون تدون اون بليس ميم اي بو سادابتي مع ديفيرون ستيل ميوزيكو اي ديفيرون ميوزيسيان دوتر ستيل. باغ اكزومبل انا اعوذ بالله من كلمه انا جي اون بتيت اكسبيريونس وين اون مونتي ان اوركستر اللي فيه دي فيولونيس كي ليز لا بارتيسيون اللي يقراو لا بارتيسيون. بصح ماكش تحسهم باللي مقيدين بال بال جوستومون. الوغ واش درنا حنايا الحيله، كاين دي ميوزيسيان هادوما اللي يقراو لا بارتيسيون قيدناهم وعندنا معنا دوطخ ميوزيسيان شعبي اللي عطينا لهم بليس دو ليبرتي فوالا باش تكون دعوه اكيليبري، ما تكونش ترو كلاسيك وما تكونش ترو شعبي. بس اون ا ريوسي يعني على كل حال درنا اون اكسبيريونس مليحه، مي مع الوقت وليت نعرف القيمه تاع لو سولفاج. سي كي نكونوا نتعاملوا مع فنانين من دوطخ كاتيجوري ميوزيكال ماشي شعبي تماك اللي راح نصيبوا دي ديفيكولتي. دونك قد ما بنادم يقرا على صغره لو سولفاج قد ما مليح للمستقبل. راك سولفاج مليح. وي كانت في بلاش شهداء كان كونسرفاتوار دارجي اي بان توت لي كلاس يا في تاع سولفاج لازم اي بي الشعبي والاندلسي دي كونسرفاتور اكيد ما يديروش نابورت كوا. شغل كانوا داروا واحد الوقت واسمو هذاك الشعبي نيوس نيو شعبي نيو شعبي حاجه واحده اخرى ما كاش منها هذه نيو شعبي كان شعبي واحد وخلاص. لو نيو شعبي نشوفوا انا كوم اون مارك ديبوزي كمال مسعودي، باسكو قبل كمال مسعودي ما كانش امور كمال مسعودي حبست عنده. دونك فوالا نقدر نقولوا بلي لو نيو شعبي كمال مسعودي كان شخصيته فوالا اكزاكتو حب يسميها هكذاك صافي با ديك سي با دي شعبي ولا نو 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 ماشي هو اللي سماه مي تسمى مع لافاك تاع كمال مسعودي. الله يرحمه بدات هذا يعني الشعبي شويه يتبدل الوجه ديالو يتبدل شويه بكمال مسعودي فوالا واحد 5 و 6. اما لا هي قال سميوه نيو شعبي يلا احنا عندنا احنا عندنا الامل في تطور الموسيقى الشعبي ويكون بالجانب الايجابي ان شاء الله. رحنا لحقنا لاخر هذا العدد. الشيخ قبل ما نعطي الكلمه الاخيره لكريم ومن بعد كي نجي ليك تعطينا البرنامج ديالك اللي رحنا رايحين نسمعوه وكلمتك الاخيره كريم. بون نشكركم على الدعوه، كان لي شرف يعني يعطيهم الصحة للجوق مدام ليلى الكبير شيف دوركستر يعطيكم الصحة أغريابل إيميسيون ما شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بإذن الله ويكونوا بلان دينيسياتيف هكذا بلان ديميسيون هكذا باش نعاودوا نرجعوا للموسيقى تاعنا الأصيلة نعاودوا نرجعوها للواجهة إن شاء الله إن شاء الله. شكرا كريم، شكرا. كان شرف لينا أنك تكون متواجد معنا اليوم. شيخ أول شيء هضر لي على البرنامج اللي راك رايح تقدمه لنا. كاين محبوبين مشيلو سهل يا رحمن، وكاين ما ريبيتيتهاش مي جو في اون فالا فوار توت سويت تاع بابا الحنين قصيده تاع بابا معروف الحنين معروف الاغنيه الشيخ نتا لي مانيفيك سي مو كي لا اكري جو في لا ميوزيك سي كيك شوز دو بو. C'est pour les parents. هذا هو. شيخ ما نخليوش تقول لنا هذه الكلمة الأخيرة، يعني ماذا بينا تكون يعني بالفرح والسرور ماشي هكذا يعني شيء تريست. لا لا سي تري سنسيبل لا سي تري تسمعيها. إيه. ومن بعد تقولي علاش بدل علاش كان مليح وبدل. هذا شكده هذا الشيخ دوك نستمعوك وحنا كان شرف لينا كبير انك كنت معنا هذه الليله يعطيك الصحه. ان شاء الله نعاودوا نشوفوك في حياتكم وان شاء الله. والمفتاح لقيناه زابو سبتو تاع الباب ايه لقيناه. يعطيك الصحه الشيخ الله يسلمك. اعزائي المشاهدين في انتظار عدد جديد من برنامج جار كنقول لكم شمس النهار بالليل تغرب وشمس القلوب ليس لها مغيب. سلام عليكم، شرف الله قدركم.
خوتي والوالدة ما نسيتش البنات كلية كان قلبك حنين يا بابا الحنين يا بابا كنت صديقك في كل جمعة كنت رفيقك انت في المسجد وانا نبكي لك اسمح لي يا الحنين يا بابا الحنين قبل عيد الصغير ديتني للسوق وانا يا صغير باش تلبسني بثوب الخير وانت عليك الدين يا ابي الحنين قلت لك ما نلبس شي اللي عندي ما هو راشي لكن انت ما صبرت شي دمعتك على الخدين يا بابا الحنين يا من نذكركم القرآن يا الوالدين جهل عدنان بطاعتكم يزولوا المحان اسمحونا يا الحنان يا الحنان بعد ما توفيت يا بابا خليت قلوبنا لهابة حتى الكنال يا هربا لكن قعد قبسك متين يا بابا الحنين يا ابويا الحنين يا ابي الحنين الله يرحمك يا بابا جه محمد والصحابة والمجاهدين الشهداء وانا نبكي حزين كي نشوف صورتك نبكي 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 نتفكر منين كنت صديقي يتخبل رعدي وبرقي وانا نبكي حزين يا بابا الحنين سمحي لي يا يما ان شاء الله نعزك ديما نوجه لك هالكلمة يا ام الحنينة إن شاء الله طريقك الجنة نطلب رب الأعلى يغفر كل مسلم ما يجي خير ولا مال
يتحاسب على الفعل كي يجي مليك السوان. صلاة على المفضل فيها تربح وتنال، القبي غارق فيها ديما قدرت سيد التقاليد. يا من تذكركم القرآن يا الوالدين جهل عدنان، نطلبك يا ربي اغفر لأمي وأبي ولكل مسلم مقبل طلبي جه صادق الأمين صادق الأمين. في عام 84 1900 مكملين كتبت القصيدة على الوالدين، كتبت بطرز اليقين نهديه للحاضرين. تميت بخيار الكلمة لا إله إلا الله المعظمة، القبي غارق فيها ديما قطعتكم يزولوا المحان. يا من ذكركم القرآن يا الوالدين جهل عدنان، قطعتكم يزولوا المحان قطعتكم يزولوا المحان، محبوبين مشيلو سالي يا رحمن، محبوبين مشيلو لحبيب العدنان. محبوبين مشيلو عندي ما نحكي له، كل شي تنوري له من شوخي لهفان بداتي نهدي له، قليل في السلطان بداتي نهدي له. محبوبين مشيلو سالي يا رحمن، محبوبين مشيلو يا حبيب العدنان. محبوبين غدالو ننظر حسن جماله، سبحان من عطالو الزين الفتان المولى علالو، شانو في الكوان لا علالو شانو في الكوان. محبوبين مشيلو سهل يا رحمن، محبوبين مشيلو يا حبيب العدنان. سيدي محبوبي هو ستر عيوبي، المقام مطلوبي وشباب العيان إذا نادى مكتوبي، سهل لي رحمن إذا نادى مكتوبي سهل يا رحمن. محبوبين مشيلو سهل يا رحمن، محبوبين مشيلو سهل من عدنان. يا سيد السيادي يا مفجي لنكادي يا شافع لعبادي من الهول والمحال،
زيادي يا مفجي لنكادي يا شافع لعبادي ما عندي فيه رحموا العصيان رحموا للعصيان ما عندي في زماني غير دموع عياني المطر ودغواني خلاني هماما ربي بالقرآن لحفو الغفران ربي بالقرآن لحفو الغفران محبوبين مشيلو سخري يا رحمن محبوبين مشيلو أحلي بالعدنان محبوبين مشيلو سخري يا رحمن لا حبيب العدن من المالي اشتا يقولوا فينا من المالي صلوا على نبينا من المالي صلوا على محمد من المالي صلوا عليه وزيدوا من المالي وينها والحاج العنقى الملي كان رئيس الفرقة الملي وين عمر مكرزة الملي وليالي في الخشبة الملي واليوم ما نساجي الملي الله يرحم الحراجي الملي وين دحمان بن عاشور الملي في حومة الورد والزهور من الملي الياسمين مسك وجاوي من الملي الله يرحم البجاوي من الملي راهوش قال قبي من الملي الله يرحم قروابي من الملي راهوش قال قبي من الملي راهوش قال قبي من الملي الله يرحم الزايد كنت نكذب ويليك وعدي واليوم شفت بعيني ويليك وعدي